إن شاء الله راح نتكلم عن علاج التهاب الحلق عند الأطفال. بشكل عام سوف يتمكن طبيب الأطفال من علاج التهاب الحلق عند الأطفال عن طريق علاج السبب الكامن وراء الإصابة بالتهاب الحلق، سواء كان ذلك السبب بكتيريا الحلق أو التهاب الجيوب الأنفية أو الحساسية لسوء الحظ، وبشكل خاص عندما يعاني الطفل من التهاب فيروسي مثل التهاب الفيروسي الأحادي، فأن التهاب الحلق عند الطفل سوف يتحسن بشكل ذاتي طبعا، أي أن علاج التهاب الحلق عند الأطفال لن يساعد في تحسين الحالة إلى أن تتحسن الحالة من تلقاء نفسها. ومع ذلك في معظم الأحيان يكون هناك بعض الأمور التي يمكن القيام بها حين شفاء التهاب الحلق عند الطفل لمساعدة طبعا طفلك على الشعور بشكل أفضل. طبعا تشمل الطرق المساعدة على العلاج الحلق عند الأطفال فيما يلي: يتم إعطاء الطفل نوع من أنواع العلاجات اسمه الإيبوبروفين، إعطاء الطفل دواء مسكن للآلام مثل الإيستامينوفين، مهم جدا. هذه العلاجات ممكن تعالج الطفل. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.